المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائيات التالية نقدم لحضراتكم عرضنا الرئيسي لهذا المساء، وفي نهاية النشرة قراءة لبعض المراسيم، ونبدأ النشرة بقراءة هذا البيان الذي وصلنا من وزارة الخارجية التكامل الأفريقي والتعاون الدولي. أن وزارة الشؤون الخارجية التعاون الدولي تخطر الرأيين الوطني والدولي بأنه نسبة لمحاولة دولة قطر زعزعة تشاد عبر الحدود الليبية، فإن حكومة تشاد تقرر الآتي: إغلاق سفارة دولة قطر بتشاد، مغادرة السفير وكل موظفي السفارة القطرية الأراضي التشادية في غضون 10 أيام. جاء هذا القرار بعد أن أعلم السفير القطري بنجمينة من قبل السيد حسين إبراهيم طه وزير الشؤون الخارجية التكامل الأفريقي والتعاون الدولي بعد أن استقبله يوم أمس. كما أن البعثة الدبلوماسية بتشاد بالدوحة سوف تغلق واستدعاء كافة الموظفين جميلة 23 أغسطس 2017. توجد زيارة رئيس الحكومة بايمي باداكي ألبير للسودان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين التشادي والسوداني. جاء ذلك من خلال البيان الختامي الذي تلاه نائب الرئيس السوداني محمد عبد الرحمن حسبه. يسرني ويسعدني اليوم أن نودع أخي وشقيقي رئيس الوزراء التشادي على زيارته لنا بدعوة قدمناها له أثناء افتتاحي لمعرض جياد بمجمينا. وجاءت الدعوة وجاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين السودان وبين تشاد وتعزيم المصالح الاقتصادية. تعلمون أن العلاقة بين السودان وعلاقة تشاد علاقة استراتيجية وعلاقة خاصة في كل المجالات العسكرية والأمنية والسياسية، والآن نسعى جميعا لتطويرها في المجال الاقتصادي. فبحمد الله زيارة الأخ رئيس الوزراء كانت على رغم أنها قصيرة، ولكن عملنا فيها جهد كبير في زيارة بعض المواقع، بعض المشاريع، بعض المصانع، اطلاعهم على تجربة السودان في مجالات الصناعة والإنتاج الزراعي. واتفقنا على التعاون وتبادل التجارب وعقد اللقاءات المشتركة بين الوزارات النظيرة، الزراعة مع الزراعة والتجارة مع التجارة والصناعة مع الصناعة، وكذلك رجال الأعمال. اتفقنا على أن يقوم رجال الأعمال السودانيين بزيارة إلى مجمينا في أكتوبر القادم. اتفقنا على تأسيس مجلس مشترك، مجلس رجال الأعمال السوداني التشاتي، لمزيد من التعاون المشترك. ونحن في هذه السانحة لابد أن نشيد بهذه العلاقة، نشيد بقيادة البلدين رئيس البشير ورئيس دبي على إرادتهم القوية والسياسة القوية في تعزيز هذه العلاقة لمصلحة الشعبين ولمصلحة البلدين. هذا وخلال إقامته بالعاصمة السودانية الخرطوم، فقد التقى رئيس الحكومة بممثلي الطلبة التشاديين الدارسين بمختلف المعاهد والجامعات السودانية، كما التقى بأفراد الجالية التشادية بالسودان. خالد موسى الحاج. خلال إقامته بالعاصمة السودانية الخرطوم، التقى رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير بممثلي الطلبة التشاديين الذين يدرسون في مختلف الجامعات السودانية وبعض أفراد الجالية التشادية المقيمة بالسودان. اللقاء سمح لرئيس الوزراء بالتبادل معهم والاستماع إلى مشاكلهم. من جانبهم رحب الطلبة والجالية التشادية برئيس الوزراء وعبروا عن سعادتهم بزيارته للسودان وما ستساهم في تحقيقه من تقارب بين الدولتين على الصعيدين الرسمي والشعبي، كما أشادوا بالعلاقات الجيدة التي تربط البلدين، مشيرين إلى ما يجدونه من ترحيب ومعاملة طيبة في الأراضي السودانية، معبرين عن تقديرهم للدور الذي تلعبه السفارة التشادية في الخرطوم من أجل خدمة الجالية. رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير شكر الجالية التشادية والطلبة على اهتمامهم وحرصهم للقاء به، مشجعا الطلبة على التفاهم فيما بينهم وعكس الصورة الإيجابية للتشاد، حاثا إياهم على بذل الجهود من أجل إتمام دراساتهم بنجاح ومن ثم العودة إلى أرض الوطن للمشاركة في عملية التنمية.
ووصف رئيس الوزراء السودان بالدولة الجارة والشقيقة التي تربطها بتشاد علاقات تاريخية، لذلك حث الجالية التشادية بشكل عام على ضرورة احترام قانون البلد المضيف وأن يكونوا سفراء لتشاد بسلوكهم وتعاملاتهم.